احنا اشتغلنا في جميع المناطق، لكن اصعب منطقه حاليا احنا نعاني منها منطقه الزنجيلي، لان جميع السكان تقريبا عادوا الى المنطقه وتشكل خطوره على الساكنين. طبيعه العمل مالتنا الشبكه تقريبا 90% غير موجوده اصلا، لا محولات لا قابلوات. فعملنا عايزين على مرحلتين، المرحله الاولى اولا رفع المتضرر، وهذا اصعب من التنفيذ، وبعد ذلك البدء باعاده تنفيذ الشبكه من الاساس.